اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، ونروح لتفاصيل اخبارنا ونبدا مع اخبار الرياضات الجماعيه. ومن كره اليد، المنتخب الاول لكره اليد بقياده الاسباني روبرتو غارسيا باروندو المدير الفني قرر خوض لقاءين وديين امام منتخب مقدونيا هنا في مصر خلال التوقف الدولي بمشاركه اللاعبين المحترفين في الفتره من 1 حتى 7 نوفمبر من العام الجاري، استعدادا لكاس الامم الافريقيه اللي هتقام في المغرب منتصف شهر يناير العام القادم. منتخبنا الأول عنده برنامج طويل استعدادا لكأس الأمم الإفريقية واللي بيحمل لقبها، وهيشهد معسكر في السعودية خلال الفترة من 15 حتى 22 ديسمبر، واللي هيكون بيشهد خوض المنتخب 3 ماتشات ودية بيتم الاستقرار عليهم في الفترة الحالية. بعد معسكر السعودية هيكون في معسكر في قطر في الفترة من 28 حتى 31 ديسمبر، وهيشهد 3 ماتشات ودية كمان بيتم الاستقرار عليهم حاليا، وفي دول كتير كمان بيتم التواصل معاهم لاختيار المنتخبات الانسب اللي هيكون بيتواجه معاهم منتخبنا وديا. المنتخب بيرجع مصر يوم 1 يناير يلعب لقاءين وديين مع منتخب البحرين يومين 2 و4 يناير، وبعدها بيتوجه مباشره لخوض نهائيات كاس الامم الافريقيه في المغرب يوم 13 يناير 2022. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني حامل اللقب كبار القاره السمراء، منتخبنا الاول لكره اليد في مشواره نحو تحقيق اللقب والحفاظ عليه مرة تانية.